بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الجديد، نظرا لكثرة الطلبات والله يسمحوا لي، اللي طلبوا مني بزاف 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 خاش طيت عليهم، جاوني تساؤلات بزاف على الإبرة تاع سنجال الكحلة. يقول لك الإبرة الماشينة ماش تخيط به، ماش تخيط، جاو بالك تساؤلات كثيرة على هذا الموضوع. لهذا درتكم هذا الفيديو توضيحي، فان شاء الله تولوا تصلحوا ماشينتكم بايدكم، ان شاء الله بيديكم تسووها ان شاء الله. اولا وقبل كل شيء، لازم كي ما تخيطكمش الاله هذه، عرفوا بلي كاين خلل بين عمود الابره اللي هذا عمود الابره، وكاين الضبط تاعها مع الشاريو. الشاريو هذا هو الشاريو، هذا اللي تشوفوا فيه، هذا هو الشارع. كي ما يكونش ضبط بين الإبرة وبين الشاري هذا، هذا الإبرة هذه ما تجبتهمش خيط من الكانيت تحت، هذه الكانيت يعني ما تجبتش الخيط. كي ديرو تحلو دون تحلو هذا البيس هذا، عندي مشكلة خاصني شاد بليد بليد، نصور بليد ونحل بليد. هذا البيس، هذا البيس كلاني، عمود الإبرة. بزاف ديال الأنسات والسيدات ما عرفوش عمود الإبرة كي يديروه، هو يهبطوه ولا يطلعوه، ما عرفوش الضبط تاعه كي داير. الماكينات الأخرين فيهم هنا بيس تحلوه، بصح هذيك فيها مشكلة، مشكلة درك نوريكم كيف ان شاء الله تحلوا هذه المشكلة. بون، الضبط على الإبرة درك نوريكم، يليق يليق تكون الإبرة الضبط تاعها مع الشاريو. غادي نقلعو هذي باه نوريكم دقيقة. ندير لكم الامبول باش تشوفوا مليح، راني ندور هنا باه نوريكم، باه نوريك هاي هذا صح الشاري وطار. راكم تشوفوا هنا يليق الضبط الدقيق تاع الشاريو، هذا هو سن الشاريو. راك تشوف فيه سن الشاريو، هذا هو سن الشاريو، راك تشوف هذا الشاريو وهذا السن تاعه، هذا هو اللي دوره. يليق العين تاع الإبرة، تشوف فيه هاي عين الإبرة، هاكا عين الإبرة هاي هنا، هذه هي عين الإبرة. عين الإبرة إذا تكون كي يهبط الشاريو أدنى حد مستوى لها، ها أدنى مستوى له هنا يعاود يطلع، كي يهبط أدنى مستوى تاعه يليق عين الإبرة هذه، العين تاع الإبرة تاعهم تكون هذا نومو راه راكب. ثاني بغيت نشرح لكم نومو يكون راكب، نومو نشرح لكم هاك. عين الإبرة تكون تحت هذه السن، غادي كي يدور هاك غادي الإبرة تجي هنا، العين تاع الإبرة تكون تحت هذا السن، تحته واحد الميليمتر ولا، كان تكون العين الإبرة فوقه ما جبتكمش خيط، ستاديو الشاريو ما يكونش مضبوط. عين الإبرة تحت هذا السن تاع الشاريو، راك تشوفو هنا، راك تشوفو وراها راه تحت، هاكا راه فوق السن، راك تكون تحت السن تاع الشاريو، السن تاع الشاريو وريتهالكم هذا. هذا كي يكون الإبرة فوق سن الشاريو كي ديرو، ما عندكمش هنا فيس باه تحلو كي ديرو، راه كاين في الخلف هنا الضبط تاعه من الخلف، هاك تشوف فيه ذي الفتحة، هاي الفتحة، هادي هي الفتحة راك تشوف فيها، هادي هي الفتحة تاعه.
غادي تبدو دوروا خاطر الفيس اللي طلعوه هكا ماشي تبان مليح. هاو يطلعوا هو هناك، تشوفوا في الفتحة هذه في الوسط، هذه راه هنا راه في الوسط راه تبان. شوف كل الشاريو كي راه يطلع من الوسط من الوسط من الوسط. هنا بان لكم الفيس، هاو الفيس هنا، هاو هنا الفيس في ذي الفتحة هذه يبان لكم فيس. طلع دوك الخاوي، هاو العمود هبود، هنا تلقاو الفيس، ها هاكا، هاكا تلقى الفيس، هاو الفيس تاعكم هنا. هنا نورمالمون ماشي بين ضيق البلاص، نورمالمون بين ضيق تاع البلاص، هذا هو الفيس. جيبو التورنيفيس تاعكم، تحلو شوية الفيس، تحلو كيما هاك، تحلو شوية، تهبطو عمود كبير هذا، تهبطو أومينطو تحلو وتهبط. بس هاكي تهبط ما تدورش عمود الإبرة، به هذيك الجزء المحفور اللي في الإبرة يكون يشوف في الشاريو، يكون يشوف هاك، يكون يشوف منا في الشاريو، يكون تبعو هاد التعوج ولا هاك لا هاك. هودو تحت سن الشاريو وعاودو زيرو العمود الإبرة تاعكم. جاتني تساؤلات كثيرة على هذا الموضوع، واش تلعب صور راه قاعد داير قاع ما تشوفوهاش، هذه هي العكس. ان شاء الله اكون فدتكم، والسلام عليكم، دعونا ربي، العقوبة الفيديو الجاي ان شاء الله.